عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين. طبعا احنا تناولنا بسلسلة سابقة برنامج سوات بالكامل، لكن لم نتطرق إلى عملية تنصيب البرنامج. اليوم راح نتناولها بفيديو قصير جدا، حتى انه خاف احد يعني احد الباحثين انه يحتاج عملية how to install الارك سوات software. احنا مثل ما نعرف برنامج سوات هو عبارة عن اكستنشن او امتداد يعمل داخل بيئة برنامج الارك جي اي اس. هسه مثل ما تلاحظ عندنا هنا هذا برنامج الارك جي اي اس، اني فيرجن انت تشتغل عليه اتس نو بروبلم. هنا الفيرجن اللي نصبينه هو 10.5. من ما تنصب برنامج سوات يظهر الامتداد هنا، تظهر يعني الشريط القائم الخاص ببرنامج سوات هنا. ما هي طريقة تنصيب برنامج سوات؟ بتروح بشكل اعتيادي بتكتب على الجوجل، يعني اتس اوكي، هنا تكتب ارك سوات. مجرد ما تكتب هذه العبارة راح يعني تلقائيا بتدخل على اول احنا نسميه تيرم الخاص بالارك سوات سويل اند ووتر اسسمنت تول، اللي هو المؤسس الرئيسي او الموقع الرئيسي لبرنامج سوات، هو اول اوبشن بيظهر لك. بعد ما تدخل عليه راح تظهر لك عده اوبشنات، بتروح على اوبشن السوفت وير. الاوبشن السوفت وير اذا ما يعني تفعل عليه بالداخل اللي هو مو نيوز ولا دوس السوفت وير. حاليا متوفر يقول لك انه الارك سوات، اذا انت كنت تشتغل على الارك جي اي اس برو، اذا كنت تشتغل على الارك جي اي اس برو مو ارك جي اي اس الاعتيادي البرو، فبامكانك هذه النسخه توفرت حديثا داونلود الارك سوات فور ارك جي اي اس برو هو 2012.mdb. تمام عيني، فتقدر تنصبها من تلقائيا يعني اذا كان الارك جي اي اس الاكستنشن مالتك او العمل اللي انت بتشتغل عليه ضمن الارك جي اي اس هو برو الفيرجن برو. تمام عيني بيتا. اذا كنت يعني تعمل انت اصلا على الارك جي اي اس الاعتيادي، سو البرنامج يتطلب قبل ما تنصب الارك جي اي اس وتنصب العف قبل ما تنصب الارك سوات لازم الارك جي اي اس موجود على حاسبتك، يعني ما تقدر انه انت تنصب برنامج الارك سوات وانت ما عندك امتداد ارك جي اي اس بحاسبتك. تمام عيني، الارك سوات المتوفر بشكل مجاني من الشركه اللي عاملت لها اتاحه، تروح على ارشيف الارك سوات فور ارك جي اي اس ارك فيو اكستنشن مع الامتدادات اللي احنا راح نعمل على 2012 للفيرجن كذا، اللي احدث فيرجن نزل هو 10.26 باوغست 2023. انت تختار منها الامتداد للارك جي اي اس المنصب في لابتوبك. تمام عيني، احنا هسه حاليا يعني 10.8 تختاره، 10.6 10.5. تمام عيني، احنا راح نختار السلكتد 10.5. افتر ذات راح يظهر فور ارك جي اي اس 10.5، بتعمل داونلود للارك جي اي اس سوات. تمام عيني، من هنا بعد تلقائيا ما بيتحمل، اذا انت عندك انترنت داونلود مانجر راح تلقائيا يتحمل او يتحمل ضمن صفحه الجوجل موجود هنا بالاعلى. البرنامج من راح يتحمل يتحمل بشكل مضغوط. تمام عيني، افتر ما تكمل عمليه التحميل راح انا حملته يعني مسبقا بشكل بسيط. تمام عيني، هسه راح نروح على البرنامج الاصلي بالداونلود. بعد ما يكون بالداونلود بتعمل لانه انت هنا تعمل فولدر خاص بي، والبرنامج يكون بهذه الصيغه مضغوط. تمام، ارك سوات انستل يكون مضغوط بهذه الصيغه. تفك الضغط عن البرنامج، بتختار خيار احنا نسميه الاكسترا هير، اللي تفك الضغط من نفس الفولدر. هسه بعد ما فكينا الضغط يفتح لك هذا الفولدر. تمام، ندخل على هذا الفولدر، راح نختار الخيار اللي هو سوات انستل. سوات انستل، بعد ما نختار هذا الخيار خطواته طبعا جدا بسيطة. أنا يعني لأنه وردتني كم سؤال إنه كيف أنا أنصب برنامج الأرك سوات، حبيت إنه أعمل لكم فيديو بسيط عنه. بدي أقول لك هنا الشروط الخصوصية والإعلان عن البرنامج، تعريف عام. تمام عيني، الشركة المالكة للبرنامج، بإمكانك تنصب على كمبيوتر يكون ضمن عمل واحد. الانستليشن لازم يكون previously installed with version. تمام، يعني يتكلم عن الشروط الخصوصية الخاصة بتنصيب البرنامج. ف next بهذا الامتداد تقرأ الشروط الخصوصية بالكامل، توافق عليها لازم، تقول له I agree، أي تفعل عندك الاوبشن الخاص next. بعد ذلك انه انت استخدامك يكون الى شخصي just me. تمام، اللي مكان الفولدر اللي راح ينصب عليه ضمن السي، اوكي نيكست. افتر ذات تضغط نيكست، هسه تلقائيا
راح تنتظر يكمل هذا عملية الداونلود والإنستاليشن بهذه الصيغة، تكمل هذه العملية إلى الأخير. Do you want to allow this application? Yes. So راح ينتظر إنه يكمل هذا الأوبشن إلى الأخير. تنصيبه جدا بسيط وما يستغرق وقت. الشرط الأول أنت حتى تنصب تحتاج فقط إلى أنت ما تكون حاسبتك تحتوي أو منصب عليها مسبقا الأرك جي آي إس ضمن الفيرجن اللي أنت بتشتغل عليه، أرك كيو أرك جي آي إس أو أرك جي آي إس برو أو أرك جي آي إس الاعتيادي ضمن أي فيرجن، تمام؟ على أساس هذا الأرك جي آي إس، أساس إحنا مثل ما نلاحظ الأرك جي آي إس المفتوح عندنا لحد الآن هو ما يحتوي على أوبشن أو الإكستنشن الامتداد الخاص بالأرك سوات. ليش؟ لأنه لحد الآن هو الأرك سوات ما منصب على اللابتوب أو على الكمبيوتر، تمام؟ هسا نرجع مجرد ما أنه يقول أرك سوات is begun installed. خطوات جدا بسيطة. بالمناسبة تتوفر دورات خاصة عن برنامج الأركسوات اللي يحتاج أي أحد باحث من باحثين دول الخارج، إذا كان أعمال متقدمة كأن تكون غير مشروحة special data خاص بي ground water or water quality or anything، بالإمكان توجد دورات خاصة على البرنامج سوات. After that بما أنه تكمل ولو يعني بصورة عامة أنا الـ expansion والشرح العام والتوسع بالبرنامج أنا بتناولته كله بقناة اليوتيوب بشكل مجاني. So after بعد ما تكمل هذه الخطوات بالكامل يقول لك أنه okay close the negative use the window update to check any critical update، تمام؟ close انه الارك سوات has been successfully installed close، تمام. هسه تلقائيا راح احنا نفعله للارك سوات. هسه كيف نفعله؟ بنروح على الخيار هنا تلقائيا راح تلاقي احد الخيارات اللي راح تتفعل عندك بالكامل مجرد انه ينتظر وقت، لانه انا فاتح البرنامج في نفس الوقت. في بعض الاحيان اذا انت بتعمل ريستارت للحاسبه بيكون افضل للخاطر انه بيجي البرنامج امتداده الى هنا. سو انت مجرد مطلوب من عندك وقت تعمل ريستارت للحاسوب وبتفتح هذا الاوبشن، تاخذ هذا الاوبشن في اي مكان يعني يكون ذات يعني قائمه مسدده تكون ذات لون ابيض ضمن البرنامج، مجرد ما تضغط عليها راح تلاقي الارك سوات موجود هنا. هسه حاليا مجرد يحتاج وقت حتى انه يتواجد هنا البرنامج، لانه بيحتاج انه اعمل ريستارت للحاسوب. بعد ذلك راح مباشره بنلاقي البرنامج موجود هنا، تضغط عليه بالاشاره باللون ال مثل ما تلاحظ هنا الاشاره بال يعني صح بتعطي علامه الترو. After that راح تظهر لك القائمة، بتسحب القائمة المستدلة وتلصقها هنا، راح تكون امتداد البرنامج موجود بهذا الجانب، هنا يكون امتداد البرنامج موجود هنا. So مجرد حتى يظهر يحتاج الحاسبة انه نعمل لها ريستارت ويعني يخلص البرنامج، يكون تنصيبه كامل يظهر لك ضمن الارك سوات او الارك جي اي اس امتداد هنا قائمة مستدلة خاصة فقط بالارك سوات. إذا عندكم بالمناسبة الرابط راح أترك لكم إياه اللي خاص بالتنصيب ضمن الموقع الرئيسي للشركة لهم ضمن صندوق الوصف. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ضمن هذا الموضوع الخاص بالإنستاليشن تقدرون تراسلونا بالقناة. نلتقي بكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.